مكملة زي حليب الأطفال مثلا. نعم. حصلت أزمة. نعم. وكلمنا عليها في الإعلام هنا. يعني فصل لي إيه دخل الجيش بالمسألة مثلا يعني. نعم. هل ده منتج بتنتجه شركات غذائية ولا شركات دوائية؟ نعم. علاجية يعني بينتج منين ده؟ نعم. لو بنتكلم على اللبن تحديدا فهو يعني بينتج في شركات شركات بتنتج مواد غذائيه لكنها بمواصفات صحيه بحيث ان هو في الاخر يعني اطفال اللي بيستخدموه في بيبقى يعني في احتياج اكثر لرعايه. وللاسف لا يوجد في مصر مصنع واحد لانتاج الحليب الى الان. قال ان في مصنع واحنا عرضنا قصته وقفلوه ومشوه. نعم. كان فيه واتقفل. طب سؤال انت. نعم. راجل في المجال وفي الكارير. هل مصانع مثل هذه تكسب كويس في مصر؟ يعني صعب انها تكسب الا لو هي هتتجه للتصدير. نعم. الكلفه عاليه. نعم التكلفه عاليه. نعم. طب ليه الجيش هو اللي راح يستورد من بره؟ الجيش استورد لانه اتخذ مش وزاره الصحه مثلا هي الاول اللي كانت بتستورد الشركه المصريه لتجاره الادويه. تمام. كانت الجهه كانت جهه الشراء الوحيده في الدوله. وهي حكوميه مستورد. نعم شركه قطاع اعمال. لكن هي بالوقت يمكن حتى القانون بتاع التامين الصحي ايضا في اشاره لان جهه شراء موحد. فالشركه المصريه لتجاره الادويه اللي هي شركه التجاره والاستيراد الوحيده اللي مملوكه لقطاع الاعمال هي الوحيده اللي كانت بتقوم بهذا الدور. وبالوقت مش عارفين ليه كل ماده بيسحب منها اختصاصاتها وتروح لجهات اخرى ومنها الجيش.